أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أحيانا المبيت في منى يكون فيه مشقة، فإما أن يفترش الرصيف أو قد يتسبب في أذى المارة من الحجاج أو الحافلات، فماذا عليه؟ لا ما في حرج إن شاء الله، يشوف له مكان ويجلس فيه، إذا ما استطاع ينام يجلس فيه إلى أن ينتصف الليل، إذا انتصف الليل يجوز له الانصراف. نعم.